ليس من السهل أن تملك حديقة خاصة خارجية في منزلك حالياً، لكن إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون زراعة الخضروات الخاصة بهم يمكنك أن تحصل على مثل هذه التكنولوجيا. كما نرى إنها حديقة داخلية للمنزل، يمكنك أن تزرع ما تشاء من خضروات. سوف نتعرف عليها أكثر. Hello Emma. Hello. Hi, how are you today? Hi. Great. Emma, how can we use this indoor garden and how does it work? Our design is very simple. طريقة الاستعمال سهلة. يشتري الزبون اللوائح الخاصة بالزراعة ويضعون البذور في الإسفنج التي يغرسونها في كل فتحة، وإضافة العناصر الغذائية، ثم تشغيل التيار الكهربائي ليعمل النظام تلقائياً. لكن أما يعني كي تنجع عملية الزراعة نحتاج بالتأكيد إلى ضوء أو إلى الشمس. أخبريني عن خصائص هذه الإضاءة. هذه الإضاءات هي تقنية خاصة بنا ومن ابتكارنا. قمنا بمحاكاة ضوء الشمس الضروري لإعطاء النبتة الإنارة الكافية. وهذه الإضاءة مأخوذة من أنوار ذات وميض تدعى RG5.1، وهذه هي التكنولوجيا التي تزود النبتة بالطاقة اللازمة من أجل نموها. حتى الآن قمنا بزراعة بعض النباتات مثل الخس والأعشاب وبعض الأنواع من الأزهار. أنتجنا 4 أصناف من هذا الابتكار. الأول يوضع على الطاولة وهو يحتوي على 50 ثقباً، وطراز آخر يوضع على الحائط يحتوي على 75 ثقباً لغرس النباتات بها. كما ابتكرنا أيضاً نوعية جميلة الشكل تزرع فيها الأزهار. أما النوع الأخير فيسمى المكعب. هل أستطيع أن أتذوق ربما هذه النباتات؟ Yes, of course. طعمها رائع. سوف أتوجه الآن لأتعرف على تقنية أخرى في هذا المعرض. Thank you, Emma. Thank you.